تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية منتداها السنوي السابع تحت شعار حكايتي بمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين وأصحاب التجارب الملهمة من داخل البحرين ودول مجلس التعاون والحكايات الفائزة في مسابقة حكايتي. وشهد المنتدى مشاركة واسعة من أفراد المجتمع، بلغوا 450 مشاركا من المؤسسات الحكومية والخاصة وطلبة المرحلة الثانوية. وبهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد بخالص شكره وتقديره وامتنانه إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على دعمه ورعايته المستمرة لمختلف برامج المؤسسة، مؤكدا سموه أن مثل هذه المنتديات السنوية التي تحرص المؤسسة الملكية على تنظيمها بحضور عدد كبير من أفراد المجتمع والمختصين من داخل المملكة وخارجها، تعكس حرص الجميع على المساهمة مع المؤسسة في صنع وتنفيذ برامجها وتبادل التجارب المثرية، بما يساهم في تطوير الأعمال الإنسانية والاجتماعية التي تنفذها المؤسسة. وبين سموه أن مشاركة عدد كبير من أصحاب التجارب الحياتية الملهمة في المسابقة التي سبقت المنتدى تؤكد الرغبة الملحة في تميز أصحاب هذه التجارب وحرصهم على توثيق تجاربهم الواقعية للأجيال، مشيرا إلى اعتزازه بهذه الحكايات الملهمة التي تعزز من أثر الجميع في الحياة وفي خدمة الوطن، ومقدرا المشاركات الجميلة من أصحاب التجارب المثرية من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل المسابقة والمنتدى ولجنة المسابقة لإبرازها بهذه الصورة المشرفة. تحت شعار حكايتي استعرض المنتدى السنوي السابع الذي تقيمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قصص أولئك الذين لم يتمكنوا من إبراز تحدياتهم ونجاحاتهم للمجتمع، لتكون هذه الشخصيات نموذجا مشرفا وملهما للأجيال القادمة. قصص ملهمة جميلة نخلدهم كأشخاص، وأيضا نخلد سجلهم المشرف بحيث الآخرين يستفيدون من هالبرنامج. مخرجاته جدا مهمة، هو يعني يطرق أبواب لتشجيع الشباب للإيجابية للنجاح، لطرق أبواب التميز. اليوم شخص أمامك يحكي قصة يعني صعبة عليه، ولكن في نهايتها قدر أن يتفوق عليها وينجح. هذه حكايتي شيء ملهم لنا كلنا، وإحنا كمتخصصين وغيرنا، إحنا بشر ونمر في مصاعب في حياتنا، وكلنا طلعنا منها بإرادتنا وقوة داخلية ذاتية. هذا المنتدى استعرض عددا من التجارب والقصص الحياتية الملهمة لعدد من المتحدثين من داخل المملكة ودول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الحكايات الفائزة في المسابقة والتي تم اختيارها بدقة عالية تمهيدا لإبرازها في المجتمع كقصص قدوات خالدة. عشان الإنسان يكون ملهم لازم أول شيء بالبداية يشتغل على نفسه من الداخل، لازم أنا أتخطى هذه المواقف، شلون أنا أقدر أوصل التغيير أو الكلمة للناس اللي حوالي عن طريق مثل ما أنت تقولين الإلهام. ما توقعت أني أنا بفوز بالمركز الأول، لكن كل فخر واعتزاز أني يعني معنى قدمتها بصورة عشوائية قصتي، لكن يعني هي كانت حكايتي قبلها 35 سنة، كان في المشوار وفي الإلهام وفي الشغف. محتوى ثمين لحكايات جميلة ستسعى المؤسسة لتخليدها في كتاب خاص سيرى النور في الفترة القادمة. فهذه القصص الواقعية والملهمة في العطاء والتحدي وفعل الخير لأفراد بحرينيين مروا بظروف حياتية استثنائية خاصة وحققوا نجاحات وتميز وتحدوا الصعاب على الرغم من الظروف التي مروا بها، تم تقديمها بأسلوب قصصي يراعى فيه تسلسل الأحداث الحياتية لصاحب القصة.
مبادرة الموسم السابع للمنتدى في هذا العام انطلقت تحت شعار حكايتي، ففتحت الباب للمنافسة وإبراز قدوات مجتمعية ناجحة ومتميزة كافحت وواجهت تحديات الحياة لتحقق بذلك قصصا ملهمة ونموذج يقتدى به في المجتمع لتحصد بذلك جائزة التميز في هذا المنتدى. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.